بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، والتحية لكم أينما كنتم، ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، عندما اختار اليمنيون مواجهة الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة التي أسقطوها بقوة السلاح، كانوا يعلمون أن الخيار خيارا ليس بالسهلا، وأن الطريقة ليست مفروشة بالورود. حول اليمنيون الأرض إلى نار تحترق تحت أقدام الميليشيات الحوثية، مما دفع الميليشيات لاستنفار كل طاقاتها وقدراتها وقواتها، مدعومة من الخارج الذي يبحث عن التوسع على حساب العروبة والعقيدة. حاول الحوثيون بكل وسيلة إحداث صدمة لليمنيين وإرعابهم. سيطر الحوثيون على كثير من مناطق اليمن، لكن عندما جاء القرار اليمني كانت الميليشيات الحوثية تندحر وتنهزم من محافظة تلو أخرى. هذه الهزائم المتلاحقة منذ 4 سنوات لم يستطع الحوثيون خلالها أن يتقدموا أو يستعيدوا شبرا واحدا، بل النحت متواصل والتقدم مستمر واستكمال التحرير في طريق استكمال أيضا المشوار. اليوم الحوثيون وهم يستهدفون العرض العسكري الذي كان في العند بطائرتهم المسيرة والمفخخة، هي أحدى وسائل المعركة، ليست بالحدث الكبير ولا بالحدث الهين. الجميع يعرف أن هذه التقنية إيرانية ويمكن استخدامها وتأثيرها المحدود، لكن أبطالنا الذين كانوا على المنصات أو في الميادين كانوا أيضا على قدر المسؤولية والشجاعة، وسيكون أيضا الرد قريب وبقدر الوجع الذي يوجع الحوثيين. مشاهدينا الكرام، معي الآن على الخط وعلى الهاتف الفريق الركن عبدالله سالم النخعي، رئيس هيئة الأركان العامة. سعادة الفريق، أهلا وسهلا بك، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك ويسلم جميع أبناء الأرض والسلحة اليمنية، حفظكم الله جميعا من كل شر. كان هذا الحادث هو يأتي ضمن طبيعة المعركة التي تحدث بين الدولة والميليشيات، ولن تستثني الميليشيات أي وسيلة لإحداث الضرر بمن يهدد وجودها ومستقبلها، لأنها قائمة على أسس وعلى مقومات منبوذة من قبل الشعب ومن قبل اليمن. ما تعليقك أولا على الحادث، ونحن ندعو لك ولجميع الفريق ولجميع المصابين أيضا بالسلامة والعافية. أولا أنا شاكر لكم على الاستضافة، ونسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء لجميع الجرحى، وأن يعودوا إلى مواضعهم إن شاء الله بصحة وسلامة. ما حصل اليوم هو طبعا عمل جبان، عمل دنيء، وهذا ليس بعيد على فئة مثل الحوثاء التي دائما أعمالها دنيئة ولا تلتزم بعهد ولا بسلام ولا بيوثيقة. الحمد لله ونشكره انه حصل هذا الحادث ولم يكن بحق نصير، لكن هي خسارة بالنسبة، لكن نحن يزيدنا عزما ويزيدنا قوة وإصرارا على تنشيط كل محامنا وتفعيل وإعادة بناء القوات السلاح على أسس علمية وتعزيزها بالجرب وتشديد المعركة الانتصار على الفئة الانقلابية نهائيا، والعودة إلى العاصمة الرئيسية صنعاء بإذن الله. نعم سعادة الفريق الركن عبدالله سالم، يبدو أن تواجدكم في الميدان وحضوركم إلى تلك القاعدة العسكرية التاريخية والكبيرة قاعدة العند، وحضوركم ذلك المهرجان وذلك الاحتفال والعرض العسكري، يبدو أنه فعلا أزعج الميليشيات ومن وراء أيضا هذه الميليشيات، وبالتالي كان هناك عرضان، عرض في مدينة مارب وعرض في قاعدة العند. هذا الاستهداف كيف قرأتمه؟ أولا نحن وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة خارج داخلية الجمهورية وقائد على غزلان ونائب والفريق علي محسن محمد، تم نزولنا وتدشين العام 2012 في كل المناطق العسكرية، بدأنا بالمنطقة الثالثة ثم الأولى ثم الثانية
وصولا الى يومنا هذا الى المنطقه الرابعه. وطبعا كما قلت انت انه يزعجهم بل اكو يغلبهم كل عمل نقوم به لاحات جهاز القنصلة لا يردوا ان نكون امعى او تابعين لهم. لا والله سنقوم بمهامنا ولن يخيفنا اي اعمال جبران يقوم بها، احنا سنقوم بواجبنا على اكمله وفقا لتوجيهات حياتنا السياسيه. نعم. طيب سعادة الفريق عبد الله، الفريق الركن عبد الله سالم النخعي، فيما يتعلق بالسخط الموجود الآن إن صح التعبير في وسط المواطنين من مثل هذه الأعمال الخبيثة لميليشيات الحوثي، وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي مطالب ومطالبات بأن يكون هناك رد، ورد أيضا ربما يليق بالجيش الوطني ويلقن هذه الميليشيات درسا لا تنسى. هل يعني ستكون هناك ردود على مثل هذه الأفعال؟ بإذن الله لن يمر هذا الحادث أو غيره من قبل الفئات الإرهابية الخبيثة مرور الكرام. نحن جاهزين في وحدة قمص الله، جاهزين جاهزية عالية، وسنقوم بأعمالنا وفضائهم خطبها حتى الغضاء على هذه الفئات. نعم. طب سعادة العميد، أيضا الفريق عفوا اجتمعت اللجنة الأمنية في عدن وناقشت هذا الموضوع وخرجت بيان في هذا الإطار، ما أبرز الرسائل التي وجهتموها من خلال هذا البيان؟ الاجتماع اليوم كان هو مناقشة ما حصل يوم هذا وكيف تم الاختراق للطائرة المسيرة هذه، فيتم معالجة مثل هذه الاختراقات. والبيان هو طبعا توصيه رساله لكافه ابناء القوات المسلحه ان احنا في هذه الحاله لا يؤثر في معنوياتنا بالعكس بل يزيدنا افرارا. الرساله الثانيه هو يجب ان يكون هناك مراقبه ومحاسبه بمثل هذه الاختلالات كيف حصلت في معسكر كبير ومعسكر ريعي. وفي امور كثيره باذن الله نحن عم نطلع افراد اللجنه المشكله حول هذا حتى ترفع التقرير الكامل نرفعه للقياده السياسيه وفي كل معلومات. الفريق الركن عبد الله سالم النخعي رئيس هيئه الاركان العامه، اكرر الحمد والشكر لله تعالى على سلامتك وسلامه جميع القاده ورحم الله الشهداء وشفى الله الجرحى، كل الشكر والتقدير لك سعاده الفريق. مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير الذي اعده الزملاء حول هذا الموضوع. بينما كان المبعوث الأممي يجهز خطابه الذي سيلقيه أمام مجلس الأمن، كانت ميليشيا الخوف تجهز طائرتها المسيرة التي ستستهدف الأرض. تحدث المبعوث الأممي عما سماه إيجابية الأطراف في التعاطي مع السلام، فجاء رد الحوثيين عاجلا كجواب يبين مدى إيجابيتهم. حلقت طائرة الحوثيين مقتربة من المنصة، ورغم أن انفجارها لم ينجح في حصد القيادات التي كانت مستهدفة، فإنه قد حصد أرواحا أخرى لا تقل أهمية وقيمة في ميزان الكرامة الإنسانية ودولة المواطنة. انفجرت طائرة الحوثيين في الجو، فانفجرت في الرؤوس آلاف الأسئلة الباحثة عن إجابة: من أين جاءت الطائرة؟ وهل كان التحكم بها يجري عن قرب أم عن بعد؟ كيف تمكنت من الوصول إلى منصة تضم قيادة وزارة الدفاع؟ تساؤلات قطع حبلها تفاخر الحوثيين بما ارتكبوه، معتبرين أنه رسالة قوة، تفاخر اندفع على إثره كثيرون نحو مصادر الحكومة الشرعية باحثين عن الرد القادم من هناك، بحث عاد منه البعض محملين بأخبار إدانات ومطالبات للمجتمع الدولي لإيقاف ميليشيا الإرهاب. أو وفقا للتعبير الحكومي، نستغرب عدم تدخل المجتمع الدولي لوقف إرهاب الحوثيين. ووفق كثيرين فالاستغراب الحكومي باعث على الاستغراب، فالمعني بإيقاف إرهاب الميليشيا هي الشرعية التي خولها الشعب ذلك، وكل انتظار لتحرك من قبل المجتمع الدولي أفضى فيما سبق لمنح الميليشيا فرصة في الوقت وشحنات من الأسلحة بما في ذلك الطائرات المسيرة. يضرب الحوثيون إذن عرض الحائط بكل أحاديث السلام، وبالأصح يدوس الحوثيون كل فرصة للسلام ويسدون كل نافذة للأمل،
بمغادرة الشعب للضيق الذي هو فيه بغير قوة السلاح، ومع توالي حماقات الحوثيين تصبح الكرة في مرمى الشرعية التي ينتظر البعض منها إجادة التسديد. ووفق مراقبين فإن لقاء الرئيس هادي اليوم بمحافظي إب وصنعاء وصعدة لقاء يفرض الحدث العاجل أن يتحول من لقاء عادي للقاء حاسم يعجل استعادة صنعاء وقطع الرأس في صعدة، وإسهام إب تلقائيا في استكمال تحرير تعز، فضلا عن ملف الحديدة الذي أكدت الميليشيا عمليا أكثر من مرة أنها تتعامل مع معطياته كفرصة لالتقاط الأنفاس ليس إلا. شكرا للزملاء الذين أعدوا هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بكم مشاهدينا وبضيفي عبر الهاتف الدكتور صالح حسن سميع محافظ محافظة المحويت. دكتور صالح، سعد الله مساك وأهلا وسهلا. أهلا بني، مرحبا. أهلا المختار. أهلا وسهلا دكتور. نحن نتناقش ونتحدث اليوم حول الحادثة، حادثة استهداف العرض العسكري في العند، الدلالات والردود. ما الدلالات التي قرأتها؟ الدلالات كثيرة جدا. أولا أن جماعة الحوثي تتعامل مع القضايا برعونة، وأيضا وراءها إيران. الدلالة الثانية استهتار بالشرعية الدولية، وأيضا عدم تقدير العواقب المستقبلية لمثل هكذا تصرف. وقبل هذا الحادث أيضا هي ارتكبت حادثة تجاه الاتفاق. الحادث الأول متعلق بتهديد أسرة محمد قحطان وحجز بيته من النيابة وتهديدهم بالخروج بعد 3 أيام. هذا يمثل أيضا تحدي للمجتمع الأممي فيما يخص الاتفاق على تبادل الأسرى. الحادث الخطير في العند أيضا يمثل تهديد نحو الاتفاق على ما تم في الحديدة. يريد أن يقولوا نحن هنا. أنا أؤكد لك أن معنويات القوم يعني في الحضيض، أرادوا أن يرفعوا المعنويات وتصرفوا هذا التصرف غير المسؤول. لكن على أي حال، لو لم يعتقدوا بأن المجتمع الدولي مجتمع متراخي، وأن الدولة تبالغ احترامها للأمم المتحدة، لما تصرفوا هذا التصرف. فعلى كل حال الحادث خطير وله ما بعده، وإذا لم يكن هناك ردة فعل قوية وتحريك كل الجبهات وفي وقت واحد وبغرفة عمليات واحدة وبرؤية استراتيجية واحدة وبأجندة موحدة بين الشرعية وبين التحالف، فأنا أعتقد أن الحوثي أن إيران وأداتها الحوثية ستصبح رقما صعبا في قادم الأيام، وعلينا أن نعتبر بما حصل في الأسد. فمن يعترف الآن بالأسد سيسلم مستقبلا بولاية الفقيه ويسلم بقاسم سليماني. هذا إجمال ما قرأته من الموقف. الردود المفترضة، أشرت إلى تحريك الجبهات بشكل عام، تتوقع أيضا أن تكون هناك ردود؟ كان ضيفي العميد الركن عبد الله ساري من النخعي رئيس هيئة الأركان العامة، سألته هذا السؤال، قال سيكون هناك رد ورد قوي أيضا. هذا ما نرجوه ونتمنى، وعلى الكل أن يعتبروا أن القضية هي قضيتنا في المقام الأول، هي قضية اليمنيين مع الحوثي وإيران في المقام الأول. من ساعدنا على العين والرأس، لكن هي قضيتنا. الحوثي يقول للناس أن الله هو من ولاه من فوق 7 سماوات، هذه لوحدها كافية. إن اليمنيين يقاتلوا حتى يزول هذا الوباء الجاثم على صدور اليمنيين. والشاهد هنا أن القضية قضيتنا، فالمحرك الجبهات وما جاء من الآخرين. طيب دكتور صالح، يعني الآن خلال 4 سنوات هذه التقنية لم تكن لدى ميليشيات الحوثي، هربت إليه من إيران،
صنعت أو عيد تركيبها عفوا في داخل الأراضي اليمنية، أصبح الحوثيون يستخدمونها بهذا الشكل ويهددونها إن لم يضروا يدوشوا كما يقال، وسيضروا في المستقبل. الحرب في اليمن هي حرب مع هي حرب مع إيران بصريح العبارة. الحوثي ليس إلا أداة، مثل ما نقول في اليمن عسبلوه من لا شيء وأصبح شيء. فإيران هي التي تقاتل وهي التي تزودهم بما لديها من إمكانيات، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. اليوم زودتهم بطائرات يعني مسيرة متخلفة إلى نوع ما، بكرة سيزودوهم بصواريخ يعني أكثر دقة، سيزودوهم بطائرات مسيرة، بمعنى أن الحرس الثوري الإيراني سوف يعمل جاهدا على تزويد الحوثي بأفضل ما لديه، حتى الدبابة لو استطاع أن يفككها وينقلها حيدي لهم دبابة. فعلينا أن ندرك أن حربنا هي في حقيقة الأمر مع إيران، تمددت من العراق إلى سوريا وقبل ذلك لبنان، ودخلت إلى جزيرة العرب. إن لم نتنبه فسنجد أنفسنا أمام حزب الله في اليمن، نسخة من حزب الله، منظمة دقيقة. عندهم الآن خبراء يا حبيبي يا مختار، عندهم الآن خبراء. يحيى الحوثي بيشتغل بهدوء، عنده خبراء في مجال التربية والتعليم، وهذه مسألة خطيرة. يعني لن نصحو إلا وقت فيه جيل نشأ إلى الصف الخامس الابتدائي كدو حوثي، يعانى أولاد هناك في صنعاء وأصباب وأحفاد، عارفين ما يدور في الداخل. المسألة في منتهى الخطورة. الحوثي يفخخ الإيران بأداة الحوثي يفخخ المستقبل بأشياء خطيرة. أنا أعتقد أن ما يزرعه في مجال التربية والتعليم أشد من اللغم ومن الصاروخ الحراري ومن الصاروخ البالستي. هذا سينتهي، أما هذا سيدوم، حندخل في مشكلة اجتماعية تربوية تعليمية في منتهى الخطورة. علينا أن نعجل بالحسم، وما نخسره بالقطارة، نديه دفعة واحدة ونخلص. المسألة خطيرة، وأؤكد القضية قضيتنا، ما جاء من التحالف جاء، نرسم خطتنا أن القضية قضيتنا. دكتور صالح حسن سميع، محافظ محافظة المحوية، شكرا جزيلا لك ولي أيضا كل هذه الإدلاءات التي شاركتنا بها. شكرا جزيلا دكتور صالح. ومعي الآن عضو مجلس الشورى الأستاذ صلاح باتيس. أستاذ صلاح، سعد الله مساك وأهلا وسهلا. حياكم الله في الكريم، أهلا وسهلا. تحية لك أستاذ صلاح، ولعلك استمعت إلى بعضا مما ذكره الدكتور صالح حسن سميع في إطار معركتنا مع الميليشيا الحوثية والمتنامي. كيف قرأت الحادث الذي حدث في معسكر العند أثناء العرض العسكري الذي تم؟ هل هناك دلالات للزمان والمكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي الدكتور صالح وكل المشاهدين، وأحيي الصامدين على أرض الوطن وفي كل الجبهات الداخل والخارج، سواء الجبهات العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية أو الإعلامية، كل الذين يقاومون هذا المشروع. وأنا أؤكد وأقول أنه مشروع، يعني الذي يتحدث اليوم عن ميليشيا متمردة عن الدولة، أعتقد أن هذا الحديث قد تجاوزه الحوثي، وهم اليوم يتحدثون عن مشروع، يعني يقدمون أنفسهم كدولة للعالم، وأصبح العالم يتعامل معهم للأسف الشديد. بعض الدول في الإقليم وبعض الدول على المحيط العالمي أصبحوا يتعاملوا مع الحوثيين كدولة، يعني يذهبون ويروحون إلى صنعاء ويستقبلون وفودهم ويتواصلون معهم ويصلون إليهم المندوبين والبعثات والمنظمات والهيئات. إذا لم يقتنع اليمنيون بكل مكوناتهم ويقتنع شقاؤنا في التحالف العربي بكل الدول المشاركة في التحالف العربي، بل كل الدول المؤيدة للشرعية الدول 18، أننا أمام مشروع وينبغي أن يواجهه مشروع. لسنا بصدد اليوم المماحكات السياسية أو الفرز أو المنافسة أو الاستقطاب بين القوى المناهضة للحوثيين.
هذه في الشمال وتلك في الجنوب، وهؤلاء أحزاب وجماعات وهذه منظمات وهذه هيئات وبعض الدول كذلك، إذا لم يقطن الجميع ونعاملهم صفا واحدا خلف الشرعية بقيادة الرئيس عبد الرب منصور هادي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية كمشروع عربي يريد استعادة الدولة في اليمن ويريد استعادة اليمن إلى حاضنتها العربية، وإلا فإننا للأسف الشديد سنرى تطورا في التقنيات والأداء على مسرح العمليات ليس فقط العسكرية بل حتى الدبلوماسية والمفاوضات. بدأ الحوثيون يتقدمون حتى على مستوى المفاوضات الدبلوماسية ويقدمون أنفسهم للعالم كمشروع وكدولة وليس كميليشيا متمردة أو إرهابية سلالية كما نعلم جميعا. القضية أخي الكريم ينبغي أن يتصدى لها مشروع وليس فقط يترف صراع مع ميليشيا، هم يحاولوا أن يتجاوزوا الميليشيا إلى المشروع الإيراني في المنطقة وبدأوا يقدموا أنفسهم على هذا المستوى. الحادث ترامب بشك أنه فشل، محاولة استهداف القيادات العسكرية العليا في الدولة فشل، لكنهم قد ينتقلوا إلى تقنيات متطورة أخرى يفاجئوننا بها إذا تأخر الأمر وإذا تعاملنا مع الحوثيين كتعاملنا في السنوات السابقة وتوقفت الجبهات والجمود في حركة الجبهات وإهدار للوقت وللمال العام وللجهد والطاقات والإمكانيات والكوادر اليمنية وغير اليمنية التي تحب اليمن وترى في هذا المشروع خطرا ليس فقط على اليمن وإنما على المنطقة برمتها وعلى الحرمين الشريفين وعلى الجزيرة العربية وعلى باب المندب وعلى المصالح الإقليمية والدولية. يمكن أن تستوعب هذه الطاقات وتنظم، وأنا قلت اليوم ينبغي على الحكومة الشرعية وعلى السلطة الشرعية ممثلة بالرئاسة أن تكون لها مراكز دراسات ومجموعات إدارة أزمة تحلل وتراقب وتنظر وتستشرف المستقبل، وينبغي أن يكون هناك جهاز مخابرات قوي منتشر في كل المحافظات يراقب ويلاحظ كل الوسائل وكل الأدوات والتقنيات التي يهربها هؤلاء الحوثيون ومن يتواصل معهم ويدعمهم في الداخل والخارج. نعم. بهذا الشكل وبهذه المنظومة وبهذا المستوى من التعامل مع هذا المشروع سننتصر إن شاء الله بإذن الله تعالى. الشيخ صلاح حبتيس عضو مجلس الشورى كنت معنا، شكرا جزيلا لك شيخ صلاح، أشكرك جزيل الشكر. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مأرب العميد الركن عبد المجلي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية. سعادة العميد الركن عبد المجلي أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بك أخي مختار الفقيه، ونشكرك ونشكر السادة المشاهدين وضيوفك الكرام والطاقم الإعلام في قناة السؤال الفضائية. تحية لك سعادة العميد عبد المجلي. اليوم نتحدث عن حادثات استهداف العرض العسكري في العناد والدلالات والردود، ما التفاصيل التي لديكم حول الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك مرة أخرى أخي العزيز. هذه الحادثة بداية نترحم على أرواح الشهداء الذين صاروا ضحية لتلك العملية الإجرامية من الميليشيات الإنقلابية الحوثية، كما نترحم على الشهداء جميعا الذين قضوا نحبهم وارتقت أرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى في مختلف الجبهات القتالية. أخي العزيز أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء للجرحى. طبعا هذه الحادثة كما قيل الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويك، ففي هذا اليوم خلال تدشين العام التدريبي 2019 بقاعدة العند الجوية العسكرية وبحضور الأخ رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن بحري عبد الله سالم النخعي وعدد من القيادات العسكرية ومدراء الدوائر وقائد المنطقة الرابعة، وخلال الحفل المهيب والاستعراض العسكري الرائع كانت هناك طائرة مسيرة اطلقت من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية من المناطق المحادة او من مناطق القبيطة والمناطق المحادة لمحافظة لحج تجاه تلك القاعدة. انفجرت هذه الطائرة على مسافة 300 متر من المنصة منصة الاحتفال، وجرى ذلك الحادث الإجرامي الذي تقوم به الميليشيات الانقلاب الحوثية كان هناك ضحايا 4 شهداء من الجنود الأبطال، وهناك أيضا عدد من المصابين الآن يتلقوا العلاج في المستشفيات في سواء في لحج وفي عدن
وإصابتهم طفيفة وليست خطيرة. هذه الميليشيات الإنقلابية في الحوثية وخلال الأيام الماضية أغاضها تلك الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في صعدة وحقة والبيضة والضالع والصرواح والجوف، كان لها إطلاق تلك الطائرة، وفعلا نقول العملية الهجومية التي نفذتها تلك الطائرة باءت بالفشل والخسران. الضربة التي لا تقسم ظهرك تقويك. طيب سعادة العميد الركن عبد المجلي، هذه الطائرة التي سيرت والتي وصلت وحلقت لدقائق فوق العرض العسكري ثم اقتربت من المنصة ثم بعد ذلك انفجرت، ألا تشي بخلل أو تقصير من نوع ما لتلافي أو الانتباه لمثل هذه الاختراقات؟ كان بالإمكان تفجيرها في تلك الدقائق. الحقيقة هناك أساليب للطائرة المسيرة أحيانا تأتي من المناطق الميتة التي لا تكتشف من قبل الرادار، ونحن حقيقة لدينا في الجيش الوطني وفي مختلف الجبهات القتالية هذه الطائرة المسيرة لا تمثل أخي العزيز خطورة كما تقولها بعض وسائل الإعلام. الطائرة المسيرة اللي تطلقها الميليشيات الإنقلابية الحوثية وهي إيرانية الصنع، وهناك أيضا تجميع أيضا من قبل الخبراء الإيرانيين المتواجدين في محافظة صعدة ومحافظة صنعاء، والتي تقوم أيضا بتجهيز تلك الطائرات التي تهرب إلى الآن عبر المنافذ البحرية. هذه الطائرة أسقطت في كثير من الجبهات القتالية، وعدد من الطائرات سواء في صرواح وكذلك ميدي وحيران، وأيضا خلال الأيام الماضية أسقطت عدد من الطائرات في نهم والبيضاء والضالع. هل ترى بأن الحادث فعلا يحتاج إلى تحقيق وتشكيل لجنة لمتابعة ملابساته ومن أين انطلقت؟ لأنه البعض يرى بأنه قد يكون حتى عملية الإطلاق عن قرب وليست عن بعد. الحقيقة هناك اللجنة الأمنية تنظر في مختلف الإجراءات، وقد عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ذلك الاجتماع، وتدرس أيضا حيثيات الهجوم والعملية الإجرامية التي تقوم بها تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية. هذه من المتوقع أن تكون أطلقت هذه الطائرة المسيرة من قبل الجبال القبيطة وبالأخص جبل جالس الذي ما زال الميليشيات الإنقلابية الحوثية جالسين في تلك الجبال العالية وهي المتاخمة أيضا لقاعدة العند الجوية. هذه الميليشيات الإجرامية الحوثية فعلا أعطت درسا كبيرا أولا لشعبنا اليمني وجيشنا الوطني ألا يركن على تلك الاتفاقات والمشاورات، وفي الأخير اتفاق السويد. هذه الميليشيات الإنقلابية الإجرامية الدموية الإرهابية التي لا تراعي الأخلاق والقيم ولا الدين الإسلامي ولا الأعراف الدولية، هذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية اليوم أخي مختار هي تقوم بانتهاكات القانون الدولي والاتفاقات في مدينة الحديدة بالضرب على منازل المواطنين وحفر الخنادق والألغام والضرب على المواطنين والمناطق الأهلة بالسكان في كل من مدينة الحديدة وحيس وكذلك في الفازة والجاح والدريهمي والتحيتة. هذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية لا تابه بتلك الاتفاقات، لكن نحن في الجيش الوطني نعرف كيف نلقن هذه الميليشيات الحوثية الإجرامية الدروس القاسية وتحقيق الانتصارات في مختلف المعارك. هناك في صعدة انتصار سواء في باقم وكذلك في رازح والملاحيض وجبال مران، هناك انتصارات في حقة، هناك انتصارات أيضا في الجوف وخاصة في مديرية خبو الشعف وكذلك جبهة الصبرين. الانتصارات المتوالية أخي مختار أزعجت الميليشيات الإنقلابية الحوثية، وقامت هذا اليوم بتلك الفرقعة من قبل الطائرة المسيرة والفرقعة الإعلامية تجاه ذلك الحدث، لكن ذلك لن يخيفنا ونحن سنتخذ كافة أيضا الإجراءات الأمنية والإجراءات الوقائية تجاه تلك الطائرات المسيرة. ونحن من خلال قناة سهيل الفضائية نوجه الرسالة إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة أن يقوموا بواجبهم تجاه تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية التي فعلا لا تلتزم بالقيم ولا الأخلاق ولا الأعراف ولا القانون مجلس الأمن. نحن فعلا حريصين كل الحرص على أبناء شعبنا وأبناء وطننا وقواتنا المسلحة، ولن نقف مكتوفين الأيدي.
طيب سعادة العميد الركن عبد المجلي، ما الرد المناسب لمثل هذه الأعمال الحوثية التي فعلا كانت قد استهدفت قيادات عسكرية في ذلك العرض؟ هذا السؤال سنناقشه معك بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا، نعود نستكمل حديثنا وحوارنا مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب، العميد الركن عبد المجلي الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، من جديد عدنا إليكم لنكمل حلقتنا وحوارنا مع العميد الركن عبد المجلي الناطق باسم القوات المسلحة. الموضوع حادثة استهداف العرض العسكري في العناد، الدلالات والردود. أجدد ترحيبي بك وأكرر الترحيب بك سعادة العميد الركن عبد المجلي. سألتك قبل الفاصل عن الرد المناسب لمثل هذه الأعمال. أخي العزيز مختار، الرد المناسب للميليشيات الانقلاب الحوثية سيروه لا يسمعوه. إن الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران لا ينفع معها السلام ولا ينفع معها الاتفاقات، لأنها هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية هي التي رمت بالمرجعيات عرض الحائط، سواء القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية والاتفاق الأخير اتفاق السويد، قامت هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية بنقض تلك الاتفاقات. ففي مدينة الحديدة لا زالت إلى هذه اللحظة تقوم بالخروقات المتعددة، وذلك بحفر الأنفاق واعتلاء المنازل المواطنين، وتقوم هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية أيضا بالدور الهزلي بتسليم ميناء الحديدة من الميليشيات الحوثية التي ترتدي الزي المدني إلى الميليشيات الانقلابية الحوثية التي ارتدت زي خفر السواحل وزي القوات الأمنية. الميليشيات الانقلابية الحوثية طبعا قامت بالضرب على مواقع الجيش الوطني وكذلك على منازل المواطنين في مدينة الحديدة كما ذكرت سلفا. لا زالت الميليشيات الانقلابية تسيطر على ميناء الحديدة وميناء الصليف ورأس عيسى. هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية ما زالت تعبث بالمواطنين من أبناء شعبنا، سواء داخل العاصمة صنعاء بالتجويع والخطف والقتل والمنهج اليومي. نحن في القوات المسلحة ونحن أدينا القسم العسكري، لزاما علينا أن ندافع عن شعبنا وأن ندافع عن وطننا. سنقوم بتفعيل كافة الجبهات القتالية تجاه تلك الميليشيات الانقلابية، ونحن في مدينة الحديدة ملتزمين بتلك الهدنة وبتلك الاتفاقات، وننتظر ماذا سيكون رد ودور مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وكذلك الجنرال الهندي باتريك كامريد على هذه الجرائم التي تقوم بها تلك الميليشيات الانقلاب الحوثية. لكن في النهاية نحن في القوات المسلحة لن نقف مكتوف الأيدي. الجيش الوطني اليوم أخي العزيز يحقق انتصارات كبيرة في محافظة صعدة، قلب أو معقل رؤوس الميليشيات الانقلاب الحوثية. ففي الأمس القريب وصل جيشنا الوطني إلى مركز مديرية باقية محررة، أجزاء كبيرة من مركز المديرية. نحن سيكون الرد القاسي، ولنترك هذه العمليات تسير سدى. نحن نحقق الانتصارات وسنواصل تلك الانتصارات، وهذا مؤشر خطير من تلك الميليشيات الانقلابية لتؤكد وتدل دلالة واضحة على أن هذه الميليشيات الانقلابية لا تحترم القرارات مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي ولا تحترم الشعب اليمني. الشعب اليمني اليوم يلتف حول قيادة شرعية، حول فخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القادر على القوات المسلحة. ونحن في الجيش الوطني وعبر قيادتنا العسكرية ننفذ تلك الأوامر والتوجيهات، ونحن نسير وفق خطة محكمة. هذه الخطة أخي مختار تقضي بالتحرير الكامل لكل مناطق اليمن. نعم. لأننا عهدنا أن تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية لا ينفع معها إلا السيف، فالسيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. طيب يعني جيد، وهذا هو يعني المطلوب الآن، أنه يتم حشد الجبهات كما قال الدكتور صالح سميع بكل طاقاتها نحو استكمال تحرير المحافظات اليمنية وصولا للعاصمة صنعاء. هذه النقطة وهذا الموضوع يعيدنا إلى السؤال القديم، يوم تم تحرير عدن والانتقال إلى لحج ثم التوقف هناك،
وعدم الاستكمال وتحرير محافظة تعز ومواصلة الزحف من المحافظات الجنوبية والشمالية والشرقية. يعني إلى الآن هناك أجزاء من لحج لم تتحرر، لماذا؟ فعلا ما زالت إلى هذه اللحظة هناك أجزاء من محافظة لحج لم تتحرر، سواء في مناطق الشرية أو كذلك في مناطق القبيطة، وهذه المناطق التي تقوم الميليشيات الإنقلابية بإطلاق تلك الطائرات المسيرة من تلك الجبال العالية والمتاخمة أيضا لقاعدة العند. نحن في الجيش الوطني حريصين على التحرير الكامل وعلى استكمال تحرير مناطق الشرية وكذلك الراهدة وكذلك القبيطة وحيفان والتقدم نحو تعز بتحرير الوطن. فعلا سنجنب شعبنا وسنجنب قواتنا المسلحة والمنشآت الحيوية في هذا البلد وكذلك المنشآت الاقتصادية من التدمير التي الممنهج والمستمر من قبل الميليشيات الانقلابية الحوثية التي فعلا أصبحت عميلة ومنفذة للأجندة الإيرانية تجاه أبناء شعبنا اليمني وتجاه هذا الشعب الذي أصبحت الميليشيات الانقلابية كل يوم تقوم بالقتل والخطف وتدمير مقدرات الوطن وتدمير المقدرات الاقتصادية. لكن تلك العملية الإجرامية أخي مختار لن تمر سدى، ستحرر هذه المناطق وستحرر كافة الأراضي والجبال والأماكن الهامة والحاكمة سواء في محافظة لاحق أو محافظة تعز وغيرها من المحافظات. محافظة تعز هنا أيضا المجتمع اليمني والمتابعين وأيضا المحللين السياسيين يتحدثون على أهمية استكمال تحرير مدينة تعز، وأنه لو تم استكمال تحرير مدينة تعز باتجاه الحوبان واتجاه الجند وماوية، يعني كل هذه المناطق بعد ذلك وخدير والراغدة، كل هذه المناطق ستؤمن المحافظات الجنوبية من جهة وستبعد الميليشيات عن مثل هذه القاعدة، قاعدة العند التي استهدفت اليوم. الحقيقة هناك تعاون وتكامل بين مختلف الجبهات القتالية، وأي انتصار في جبهة هو مكسب للجبهة الأخرى. الانتصار في القبيطة هو مكسب لجبهة حيفان وكذلك جبهة الراهدة، ومكسب أيضا لمحافظة تعز وبالخاصة وبالأخص في الجهة الشرقية والغربية. محافظة تعز فعلا لابد من استكمال التحرير. هذه الميليشيات الانقلابية فعلا تلقى حتفها دوما في مدينة تعز، مدينة تعز العز، رغم تلك التسللات التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية والهجمات المتكررة، لكن كلها تبو بالفشل أمام صمود جيشنا الوطني وأمام الرجال الأبطال الأشاوس من حماة الوطن في محافظة تعز وصد تلك التسللات. عما قريب أخي العزيز ستحرر تعز وتحرر بقية المحافظات. هذه الميليشيات الانقلابية لن تنفع معها تلك الاتفاقات ولا تلك المشاورات. هذه الميليشيات الانقلابية الحوثية اليوم فعلا وأثبتت لمن بقي في قلبه من شك من أبناء شعبنا اليمني، لكن نحن نقول في الحقيقة أن أبناء الشعب اليمني جميعا عرفوا حقيقة هذه الميليشيات الانقلابية الإجرامية المنفذة للأجندة الإيرانية، وباشتعال كافة الجبهات تنتهي تلك الميليشيات. نعم. طيب اليوم شاهدنا عرضين عسكريين وهو امتداد للعروض العسكرية وتخرج الدفاع العسكرية منذ بداية العام، العرض العسكري الذي كان في مأرب والعرض العسكري الذي كان في قاعدة العند. ما طبيعة العرضين؟ نحن نقول أولا العرض العسكري في بداية العام هو تقليد سنوي في القوات المسلحة، وذلك يتم من خلال النزول الميداني للقيادات العسكرية ابتداء من وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وكافة مدراء الدوائر ورؤساء الهيئات وقادة المناطق، لتفقد أيضا وتلمس هموم المقاتلين ومعرفة احتياجهم، وكذلك أيضا استعراض جاهزية الأسلحة والمعدات. هذا التقليد السنوي هو له دور كبير في الميدان، وأيضا هناك تدشين آخر تم
في الجبهات القتالية بتحقيق الانتصارات الكبيرة التي تحققت بفضل الله ثم بفضل جهود الجيش الوطني وكذلك بدعم واستناد من دول التحالف العربي وفي مقدمة المملكة العربية السعودية. أما قضية المقارنة بين التدشين في مدينة مارب والتدشين أيضا في قاعدة العند، فالبرامج والأهداف التي تتحقق من خلال التدشين هي برامج واحدة، وهي فعلا تعرف المقاتلين أيضا بالوئام وبالجاهزية القتالية وأيضا بدور القيادة ونزولهم الميداني رغم كل الصعوبات ورغم أن البلد يمر في حالة حرب من قبل ميليشيات الانقلاب الحوثية، لكن حرصت تلك القيادة سواء في مدينة مارب كما تم التدشين خلال الأيام الماضية وبحضور الأخ الذي أقامته وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وبحضور الأخ رئيس هيئة الأركان الأخ الفريق الركن البحري عبد الله سالم النخعي، وكان أيضا التدشين مميز كما كان اليوم في الوحدات الأمنية في مدينة مارب تدشينا مميزا، وأظهر أيضا الروح المعنوية للمقاتلين وجاهزية الأسلحة وقدرتهم على تجاوز الصعاب وتحمل كافة المهام الأمنية، كما أن التدشين أيضا كان عرضا عسكريا متميزا أيضا في قاعدة العند الجوية، لكن كان ذلك الحادث الأليم الذي وقع للأبطال من قواتنا المسلحة في تلك الأماكن هذا سيكون فعلا له رد عملي في مختلف الجبهات القتالية. وعما قريب ومن خلال قناة سهيل الفضائية نبث هذه البشرى لشعبنا اليمني أن الأيام القادمة ستكون حاسمة وقاصمة على الميليشيات الإنقلابية الحوثية التي تنفذ اللجندة الإيرانية تجاه شعبنا اليمني، كما أن تحرير المناطق الساحلية سيمنع التهريب الذي التهريب أخي مختار ما زال إلى هذه اللحظة مستمر من قبل من الميليشيات الإنقلابية وبالأخص من ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف، فالتدشين هو افتتاح للعام التدريبي، ونحن نقول أن عام 2019 سيكون عام النصر والتحرير والتمكين لشعبنا اليمني. طيب فيما يتعلق سعادة العميد الركن عبد مجلي بالقوات الجوية اليمنية، الحوثيون واضح أن الشرعية هم سيطروا على البلد، سيطروا على مؤسسات الدولة، سيطروا حتى على المطارات في العاصمة صنعاء وغيرها، ويعني تم استهداف هذه يعني الأماكن التي سيطرت عليها الميليشيات وعطلت وذهبوا لإنشاء تلك الطائرات التي وصفتها بأنها تحدث فرقعات لكن أيضا ربما لها تأثير لا يمكن الاستهانة به. هنا نسأل عن القوات الجوية اليمنية التابعة الشرعية، أين هي من لملمة هذه القوات الجوية اليمنية، تزويدها بما هو مطلوب للقيام بدورها، إعدادها وتأهيلها لمعاودة دورها في الأيام والمرحلة القادمة؟ فعلا سؤال وجيه وسؤال في غاية الأهمية. نحن الآن في القوات المسلحة نخوض مسيرة البناء المؤسسي وإعادة كافة الوحدات العسكرية والأمنية وإعادة ترتيبها وبنائها وأيضا الجاهزية. والقوات المسلحة تتكون من القوات البرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، وهذه القوات نحن الآن في إطار بناء هذه القوات، وفعلا هناك تركيز الآن بحسب أن المعارك بالقوات البرية في مختلف الجبهات القتالية، وهناك دور إيجابي من قبل القوات الجوية لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وكذلك وسائل الدفاع الجوي الذي تعترض الصواريخ البالستية بين الحين والآخر سواء في محافظة مارب أو في المخا أو في مدينة الحديدة أو في مدينة عدن. هذه وسائل الدفاع الجوي وكذلك وسائل الطيران تقوم بصد تلك الصواريخ وأيضا الطائرات التي تطلقها الميليشيات الإنقلابية الحوثية. نحن في إطار بناء. طبعا أخي العزيز لا ننسى أن الميليشيات الإنقلابية الحوثية
وبان الانقلاب المشؤوم على العاصمة على الشرعية والدولة ودخولهم للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 حرصوا كل الحرص منذ البداية على تدمير المؤسسة العسكرية والأمنية. نحن بصدد إعادة البناء. وحقيقة أن الجيش اليمني السابق غالبيته الآن يلتحم إلى صفوف الدولة سعادة العميد دعني لأنه باقي دقيقة ولا زال من بقي في البيوت. نحن في إعادة البناء الآن، لكن بلا شك نجح الشرعية في تشكيل ذلك الجيش الوطني وتخريج دفع الآن مدربة ومؤهلة، وهذا شيء طيب، لكن واضح أن جانب يعني القوات الجوية حتى الآن غير داخل في دائرة الترتيب والإعداد، هذا ربما واضح حتى الآن. ستعود القوات البرية والجوية والبحرية، وسيعود الوطن اليمني جميعا إلى حضن الدولة والشرعية. ستنتهي تلك الميليشيات الانقلابية الحوثية، سيعم الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، ستعود الدولة الاتحادية، سيعود اليمن الواحد، سننتصر وستهزم تلك الميليشيات وتكنس من أرض الوطن بإذن الله تعالى. العميد الركن عبد المجلي الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مارب، شكرا جزيلا لك سعادة العميد. شكر مشكور لموصول عفوا لكل الزملاء، عفوا لكل الضيوف الذين شاركونا في حلقة اليوم والذين تحدثوا عن حادثة استهداف العرض العسكري في العند، الدلالات والردود كما هو موصول إليكم مشاهدينا دائما وأبدا. التحية لكم حينما كنتم. دائما نسلط الضوء على مستجدات الأحداث ونناقشها مع أصحاب الخبرة و أصحاب القرار. تحية مشكورة موصولة لكم، استودعكم الله وإلى اللقاء.